اليوم وبعد أكثر من شهر وزارة الصحة تقول نورا العسكر ما نقدر نضيف لك أي علاج آخر في الخارج. هذه رسالة نصية وصلت لوالدها اليوم. وكل ما قلنا بصراحة خطأ طبي يجي بعض الناس يقولون انتظروا التحقيقات إلى أن تنتهي اللي ما انتهت إلى الآن. أقول ما حصل لي أنا من يوم الخميس الماضي إلى اليوم، تواصلت مع مسؤولين في الصحة وعدونا خير، ومن يوم الآخر في الأخير يجي رد إنه ما في علاج في الخارج. طيب هي الآن تتعالج في مستشفى خاص، هل أنتم بتدفعون مبلغ العلاج هذا اللي جالس يكلف أبوها مبالغ كبيرة وأسرته مشتتة بين الرياض وحفر الباطن؟ بصراحة إلى الآن وزارة الصحة يقولون رح وجب يا أبو نورة ورقة وجب ود من مستشفى الآخر وروح وتحرك. ما أدري لوين إحنا رايحين. أنا أبغاكم تشوفون حالتها في هذا التقرير لعلنا نجد تجاوب بعد تقرير نورة العسكر. أيمن الزهراني راح لنورة وجاب لنا هذا التقرير. هذه نورة، تفاؤل وبراءة، تنتظر يدا حانية تساعدها في شفاء مصابها. تعجز كل الحروف لشرح حالتها. حاول أباها لجعلها على قيد الحياة، والآن تعالج على حسابه الخاص بعد عدم الجدوى من المستشفيات. وماشي الآن بعلاج التأهيل المكثف في مستشفى الحبيب، وموعدها يوم الاثنين عند استشارة العيون. هل احتمال في عملية بالعصب العين اليمنى متضرر بالكامل واليسرى فيها ارتخاء؟ الوضع العائلي الذي تمر به صعب، حيث أن أخوتها بحفر الباطن وهي ووالديها بالرياض على أمل في إيجاد من يضمد جراحها. عيالي كلهم بالحفر، وأنا وياها مع أمها بالرياض، لأن الحين أكثر من شهرين. الوضع مع يعني الوضع الأسري كذا، يعني الله يعين اللي عندها مريض وخارج منطقته، يعني لأن صراحة الحالة صعبة لما تكون أهلك بديرة وأنت بديرة وعيالك بديرة، صعبة. بس الحمد لله على كل حال، يعني أنا ما طلبت منهم شيء الوزارة، ولا طلبت من أحد شيء، ولا طلبت منهم يعني أناشدك عشان أبغى منك فلوس ولا أبغى منك، لا لا، أنا أبغى بس أسهل لي الإجراءات. قولي اللهم اشفني، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. آمين. أيمن الزهراني، الإخبارية. حلاوة. طيب بنجيب لك حلاوة في التدريب. طيب مع السلامة. في مسؤولين صراحة بوزارة الصحة تواصلت معهم كانوا حريصين على علاج نورة، إلا أنه كل ما وصلنا لنقطة الحل يجي شيء يعقد الموضوع. أنا أقول اللي يعني إذا كان الموضوع قاعد يعقد بطريقة أو بأخرى، أتمنى أنه يعني يحاسب أبو نورة على أي خطأ هو ارتكبه، لكن لا تحاسب نورة بسبب أي أشياء شخصية عند أي مسؤول كان. أنا أقول إن لأنه الموضوع قاعد يتأخر كل يوم والثاني. أنا أقول بس ترى نورة اللي شفتوها قبل شوي تراها الآن شبه عمياء ومشلولة.
كل أمل إنه يصير في حل لموضوع نورة اللي صار لها هذا الخطأ الطبي اللي خلاها بهذا الشكل.